أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: اتخذ بعض الدعاة أسلوبا لهداية الشباب في هذا الوقت بسرد قصص أصحاب المخدرات وأهل الفجور وعقوق الوالدين، وذلك أمام الكثير من الشباب لكي يكون سببا في توبتهم عن طريق هذه القصص، فهل هذا الفعل سائغ؟ وهل كان عليه عمل السلف الصالح؟ أخشى أن يكون هذا من إشاعة الفاحشة. إذا ذكرت تعاطي المخدرات والأشياء هذه وعقوق الوالدين، يكفي تجيب النصوص في النهي عن عقوق الوالدين والوعيد على ذلك، وتجيب الأدلة على تحريم المسكرات والوعيد عليها، وأشد المخدرات أشد من المسكرات، وأنه لا يجوز للإنسان أنه يقتل نفسه أو يتعاطى ما يضر بصحته. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. يكفي أنه يجيب له الأدلة من الكتاب والسنة دون أنه يجيب له قصص إما مختلقة وليست صحيحة، وإما أنها واقعة ويكون ذكرها من باب إفشاء المنكر. نعم.